صباحكم سعيد أعزائي، متواصلين معكم ببرنامج يوم جديد من هلأ حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت الأردن، على الهواء مباشرة. ومعنا على الهاتف العميد الدكتور فريد الشارع، مدير الإعلام والتثقيف في مديرية الدفاع المدني. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. مبشرات مدام دام، الله يعطيك العافية ستي على جهودك الطيبة. الله يخليك، انتم يعطيكم الف عافيه على جهودكم الطيبه، يعني من العاصفه الثلجيه الماضيه لهلا، وانتم يعني في خليه نحل ما بتقعدوا، ويعطيكم الف عافيه. وفي غرفه عمليات وغرفه طوارئ مفتوحه مع المواطنين، يعني جد نشامه الدفاع المدني، يعطيهم الف عافيه. يعافيك يا ستي ويقويك يا الله. الله يخليك. تطلعنا على يعني آخر الأخبار في محافظات، في بديش أحكي محافظات المملكة كلها، لكن العاصمة عمان دكتور فريد. أكيد أكيد ستي، هي يعني العاصمة الأساس، ولكن يعني كل محافظات المملكة حقيقة العاصفة وصلت إلها بشكل عام، وبالتالي التعامل الميداني كان من خلال 174 موقع لكافة مواقعنا داخل المملكة اللي تغطي نعم. كافة مساحة وجغرافية الوطن، حتى يا ستي يعني نقول تقديم الخدمة للمواطنين. الحقيقة كلمة المواطنين عندنا فضفاضة وكبيرة بالنسبة لمفهومنا الإنساني في التعامل، هي تعني ستي كل ما هو مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من ضيوف. وهنا أسوق مثال إخواننا ضيوف الوطن كما يسميهم جلالة سيدنا الله طول عمره، إخواننا السوريين في منطقة الزعتري. لدينا أربع مراكز دفاع مدني متقدمة تعمل على مدار الساعة، وقد كنا شاهدنا على فضائيات العالم الكثير من الحوادث المؤسفة للمخيمات اللجوء في بعض الدول اللي طالتها أيضا نفس العاصفة، لكن الحمد لله لدينا لم يصب أحد بأذى، لم تحدث حالة وفاة، وهذا يدلل على احترامنا للإنسان كقيمة عليا يجب الحفاظ عليها، سواء كان مواطن أو كان مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لأن كما أسلفت في عدة لقاءات، لا نتعامل مدام دام إحنا مع الحالات على أساس جواز السفر أو الهوية بقدر ما نتعامل معه كإنسان، وهذا هو حقيقة توجيه جلالة سيدنا الله طول عمره في توفير كل ما يمكن حتى نستطيع أن نقدم الخدمة الفضلة والمثلى للإنسان اللي هو بيكون ما بيتصل بالدفاع المدني ولا بالأجهزة الأخرى إلا هو بأمس الحاجة لذلك. على أي حال ستي، إحنا طبيعة عملنا كانت اقتضت الاستعداد إلى أفضل درجات انسجاما مع ما كان يرد من معلومات الأرصاد الجوية، وبحمد الله كانت الجاهزية في أعلى مستوياتها، والتنفيذ حقيقة بعد الاستعداد على أرض الواقع كان رائع جدا. وأيضا كان هناك خطة إعلامية تثقيفية تسير جنبا إلى جنب مع الخطة العملياتية الميدانية. من خلالكم مشكورين، لم تدخروا جهدا سواء في هذه المحطة الوطنية التي نفخر فيها أو حتى الفضائيات الخاصة والإذاعات وغيرها، أفردتوا لنا مساحات زمنية واسعة استطعنا من خلالها تمرير مئات الرسائل إعلامية تثقيفية لكل أبناء الوطن، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك في تكوين مخزون معرفي وقائي تثقيفي لدى أبناء المجتمع، وبالتالي كان له دور إيجابي في الحد من وقوع الحوادث. أما التعامل حقيقي على الميدان ستي، تعاملنا مع حقيقة مئات حالات جنوح المركبات عن الطريق بسبب انزلاقها من الثلوج والأمطار الغزيرة، وأيضا كان هناك 187 حالة غسيل كلى تم إيصالها إلى المستشفيات ثم أعيدت إلى بيوتها بعد أن كانت تتم عملية الغسيل وساعتين استشفاء ما بين عملية الغسل وعملية الإعادة. حالات ولادة أيضا لا تنتظر يا ستي، ولا بد من التعامل معها بمهنية وبحرفية عفوا. وفي هذا المجال حقيقة يعني كانت توجيهات مدير عام الدفاع المدني أن يكون في سيارات الإسعاف عدد من نشميات جهاز الدفاع المدني المختصات في مجال الإسعاف المتخصص حتى يقومنا بأعمال الولادة، كونه من ناحية نفسية يعني أقرب الست بالنسبة للإنسان اللي بحالة مخاض. أيضا في حالات الولادة كانت 140 حالة، أيضا محاصرين أو عالقين
كان لدينا رقم 1489 حالة لغاية الساعة التاسعة، أي قبل ساعة تقريبا، 1489 سواء كانوا بمركباتهم أو راجلين أو على شكل مجموعات. حقيقة كانوا حوصروا معظمهم في نقول الارتفاع منسوب الثلج في مناطق الجنوب تحديدا ليلة أمس. ضيق تنفس نتيجة استخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، تعاملنا مع 60 حالة وبحمد الله لم تنتج عن كل هذه الأرقام أي وفاة. هذه حوادث نعتبرها عرضية طبيعية، لكن مدام دام يعني اسمحي لي فقط أن أقف عند كلمة محاصرين أو عالقين. رقم 1489 كنا بالتعاون والتشاركية الفاعلة معكم في التلفزيون الأردني تحدثنا مرارا ومرارا عن عدم الخروج، وأنا لا أقول للضرورة لأن الضرورة وصول لمستشفى، ووصول إلى المستشفى كنا نعلن أن هذا الواجب هو واجبنا نحن المعنيين بالإيصال للمستشفيات. لذلك أقول هذا الرقم بغالبيته كان هو للأسف خروج عن التعليمات والضرب بعرض الحائط بالنصائح. نتمنى مستقبلا أن نكون أكثر التزاما، على الرغم أنه الالتزام كان حاصل في كثير من المسارات، لكن فئة الشباب المتحمس واللي معها سيارات فور ذات الدفع الرباعي وغير ذلك ممكن كان يحاول يجازف ويطلع وينبسط ويستمتع، حقه، لكن برضو حقنا احنا ان نوعيه ونوصيه ونقول له هذه فيها مخاطره. قبل قليل كان للاسف في يعني الان يتعاملوا مع في منطقه وادي زيت في الطفيله سور بحجم كبير حقيقه تقريبا 30 متر في 10 متر انهار على 3 اشخاص. الان فرق الانقاذ في دفاع مدينه الطفيله يتعاملوا مع الحاله حاليا، ولغايه الان لا توفر بين يدي اي معلومات تفصيليه. نامل بالسلامه للجميع، وان شاء الله يا ستي بنكون قدمنا واجبنا. وايضا اتمنى من خلالك اخت دامة ان يكون هناك في هذه الليله ويوم غد حرص واهتمام واخذ الامور بجديتها، يعني نصائحنا ليست تقدم جزافا بقدر ما لها رساله تنطلق من الواقع. فنهتم بعدم الخروج من المنازل هذه الليله نظرا لكون الانجماد سيطال معظم اراضي المملكه الاردنيه. وقبل ان انهي لابد من كلمه شكر الى كل مؤسسات الاعلاميه الشريك الحقيقي والفاعل في ايصال صوتنا لكل منزل ولكل مواطن، واخص بالذكر والشكر حقيقه مؤسسه التلفزيون الاردني اللي فاجات الجميع بهذا الاجراء حقيقه. مندوبين منتشرين في كل محافظات المملكه، يعني شيء رائع جدا انه كان الحدث ينقل اول باول والمواطن على درايه واطلاع بكل ما هو جديد. فشكر جميعا، وشكر خاص لك مدام دامة على تواصلك الدائم، والله يعطيكم الف عافيه. الله يخليك جميعا، يعطيكم الف عافيه. يعني هذا واجبنا، ويعني احنا بدنا نشكركم لانه ايضا نشام الدفاع المدني هم منتشرين ليل نهار، يعني حتى لما كانوا بوصلونا في منهم كانوا 24 ساعه و 48 ساعه ما بيناموا، لكنهم بلفوا بالشوارع وبيقضوا طلبات المواطنين وبيساعدوا من هم بحاجه للمساعده. ايضا يمكن رسالتكم، انا دائما بقول دكتور انه رسالتكم في الاعلام والتثقيف كبيره وعم توصل بشكل كبير للمواطن، لانه يمكن احنا عاصفه عن عاصفه ثلجيه اخرى او عن يعني منخفضات جويه عم بتصيب المملكه، عم نحس انه في وعي اكثر صار عند المواطن الاردني من خلال الرساله التثقيفيه والتوعويه اللي بتبثوها من خلال الدفاع المدني. بالتاكيد مدام دامة، الاعلام التثقيفي هو جزء من الاعلام، ما يعرف الاعلام المتخصص، والاعلام التثقيفي رسالته لها شروط تختلف عن الرساله اللي درسناها انا وانت بكليه الاعلام. الرساله الاعلاميه التثقيفيه تقوم على عنصر الاقناع والتكرار، بمعنى نحن ستي نحاول قدر الامكان ان تكون رسالتنا مقنعه متكرره ولكن ليست ممله، وهنا ياتي دور العنصر الاخر في هذه الرساله الاقناعيه وهو التنوع. فنحن الان نعمل هذا الاتصال مع مدام دامة هو نوع من التثقيف الوقائي للمواطنين. نعم. ما يعمل من بروموشنات وفتح على مدار الساعة. الشريط الإخباري السي جي هذا اللي يكتب بين فترة وأخرى. حلقاتنا التلفزيونية، الندوات،
هي نفس الفكرة اللي بدنا نوصلها، لكن نتنوع فيها حتى لا يكون هناك ملل. وحتى استخدمنا لدراما يعني إخواننا الفنانين المعروفين بالأردن المحبوبين بمسميات الفنية، زعلوا خضرة مع احترامنا لمسمياتهم الحقيقية. كل إخوان اللي في هذا المجال حقيقة تعاونوا معنا، وتم يعني نقول إخراج مجموعة من النداءات على شكل دراما لكن محببة للمواطن. فرسالتنا التثقيفية، وفضلا عن ذلك يا ستي، انه البعض يعتقد انه الدفاع المدني يعني يعمل هكذا. لدينا مؤسسة إعلامية تصوري إدارة إعلام والتثقيف الوقائي، يتفاجأ البعض عندما يعلم انه لدينا 63 ضابط وضابطة فقط تضمن من حملة بكالوريوس الصحافة وإعلام. لدينا 9 كاميرات تلفزيونية، لدينا 17 مصور تلفزيوني. الآن أتحدث معك وإلي كاميرا في القفيدة وفي المزار الجنوبي وكاميرا في عجلون تغطي الأحداث اللي من خلالها نستطيع أن نقدم على سبيل المثال على نشرات الأخبار الثالثة والسادسة والثامنة مادة جديدة نظهرها للآخرين، ليست استعراضا ولكن لبيان الجهود أولا، ومن ثم يتخللها لا شك رسالة تثقيفية. فالشكر الموصول لكم ستي اللي احنا من خلال نستطيع أن نقدم هذا الجهد ونظهره بشكل النهائي. لكن أنا اليوم برضو قبل ما ننتهي مدام دامة بدي أعتذر للمشاهدين المستمعين، كما يقال دائما عن رداءة الصوت من المصدر. صار لي يومين بحكي فالصوت بطل يطلع، يعني تحملونا على الصوت شوي مبين مخنق خلينا بالعامية. نتيجة صار لنا يومين بنتواصل وعلى ليلة نهارا وبنطلع بالبرد ونرجع على الحب وهكذا، لكن بهمنا أن يكون الصوت أو بالأحرى الصوت والرسالة قد وصلت بما نتحدث فيه مع حضرتك في هذا الصباح. إن شاء الله إن شاء الله رسالتكم دائما بتوصل، ويعطيكم ألف عافية. بوجه تحية لكل مرتبات الدفاع المدني في كل محافظات المملكة، وإلك العميد الدكتور فريد الشارع مدير الإعلام والتثقيف في مديرية الدفاع المدني، وأيضا الباشا طلال الكوفحي اللي أنا بعرف أنه هو في الميدان من بداية العاصفة الثلجية. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. الله يعافيك. يعني اعزائي رح ننتقل واياكم ايضا، يعني مثل ما ذكر العميد الدكتور فريد الشارع انه كاميراتهم منتشره بالميدان وهم دائما بيزودونا بتقارير عن الدفاع المدني وعن بعض الحالات التي يتم التعامل معها. تقرير من الدفاع المدني رح نشاهده واياكم الان اعزائي. لقد كان لاستراتيجيه الدفاع المدني والتي هي جزءا لا يتجزأ من منظومة المجلس الأعلى للدفاع المدني في التعامل مع الظروف والأحوال الجوية أبلغ الأثر في التخفيف من وطأة الحالة الطارئة، لأنها كانت قد وضعت ضمن تصور شمولي لكافة مراحل المنخفض الجوي وتبعاته وتداعياته في استغلال الناجح لكافة الإمكانات المتوفرة. حيهم ربع الحامية وهي الحجة تابت فجأة واتصلنا في الدفاع المدني، ارتفع عندها الضغط والحمد لله تجاوبوا على السريع واجوا اخذوها، مع انه الطرق برا كثير صعبة بس الحمد لله هي وصلت في امان. حيث واصلت كوادر الدفاع المدني وبالتعاون مع الاجهزة المعنية تقديم خدماتها الانسانية للمواطنين في كافة انحاء المملكة، حيث تم التعامل مع العديد من الحوادث الناتجة عن الظروف الجوية السائدة وتقديم خدمات الاسعاف ونقل العديد من الحالات المرضية الخاصة كحالات غسيل الكلى وحالات الولادة التي أجري بعضها داخل سيارات الإسعاف على أيدي مسعفات متخصصات من كوادر الدفاع المدني، لا سيما في المحافظات التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج وانغلاقات في بعض الطرق الرئيسية والفرعية. هي العوافي في دوال الهاشمية
يعطي العافية لرجال الدفاع المدني والنشامة. وثاني شيء احنا حكينا مع الدفاع المدني بخلال 3 دقائق من موقعهم للي مقابلين كانوا موجودين عنا وولدوها في البيت وكانوا اخوانها وكانوا على قمة الروعة. والله طلبنا لحالة اسعاف منطقة المقابلين بعد التحرك للمنطقة تبين انها حالة ولادة. عند الوصول لبيت المصابة تبين انها مراحل متأخرة من الولادة، فقمنا بإجراء عملية الولادة داخل المنزل. وبعد إتمام عملية الولادة تبين أن حالة الطفل والأم بحالة جيدة وتم نقلهم إلى مستشفى البشير. ولعل ما يرافق مثل هذه الجبهات الهوائية الباردة من تدني ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية وهبوب الرياح الشديدة وهطول الأمطار بغزارة وتساقط للثلوج يحتاج إلى التزام المواطن بكافة النصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بعدم الخروج من المنازل حتى لا تكون سببا في وقوع الحوادث وعرقلة سير الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المختصة الهادفة إلى ضمان حماية الأرواح وصون المقدرات والمكتسبات من المخاطر. عبد الله طالعين الساعة 2 بالليل، شو بتعملوا؟ والله سيدي احنا طلعنا في الأجواء هاي، يعني بنحب الأجواء هاي والثلج وزيك يعني. أنت عارف إنه هذا ممكن يشكل خطورة عليك يعني شو؟ صراحة مظبوط يعني، بس ما توقعنا في الحد هاي يعني. والله بصراحة كمواطن أنا بنصح أي مواطن ما في عنده ضرورة لأنه يطلع ما يطلع، وحتى لو كان في ضرورة ما أتوقع إنه الجو بيسمح إنه البني آدم يطلع فيه ظرف، يعني ظرف جدا جدا صعب. يعني أنا قبل شوي جيت من المستشفى لهون أكثر من 6-7 حوادث اللي لقيتهم على الطريق قدامي حقيقة يعني. ويبقى القول أن انتهاج السلوك الوقائي في مثل هذه الظروف والأحوال الجوية السائدة والتقيد بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة هو دليل على المواطنة الحقة التي تتطلب منا أن نكون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية لتفادي الوقوع في الحوادث. أعزائي متواصلين معكم ومعنا الآن على الهواء من باتصال هاتفي دكتور باسم الكسواني مستشار وزارة الصحة. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية. دكتور باسم معنا؟ تفضلي. صباحك سعيد، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك وفي تلفزيون أردني. دكتور باسم، تطلعنا على يعني أكثر الحالات اللي راجعت مستشفيات وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لابد من الإشارة أن وزارة الصحة أخذت استعداداتها كاملة، حيث أمر معالي الوزير بتشكيل غرفة عمليات في مبنى الوزارة دوامها لمدة 24 ساعة للتواصل مع كافة المستشفيات والمراكز الشاملة، وبالتالي وتم تفعيل خطة الطوارئ في مثل هذه الظروف، بحيث تم تزويد المستشفيات بالأدوية والوقود وكل المستلزمات اللازمة حتى تستطيع العمل بكفاءة عالية. وكان عدد وراجع المستشفيات أعداد كبيرة، ونحن نقول للمواطن الكريم أن في مثل هذه الأحوال سمعنا خلال البرنامج من كان يتجول في الساعة 2 فجرا فقط ليستمتع بالجو، نقول أن هذا الجو الناس تستمتع، ولكن الخروج بالسيارة محفوف بالمخاطر ومحفوف وقد يؤدي إلى حوادث، وهذه الحوادث قد تكون عواقبها وخيمة. ونحن نرجو لشعبنا كل الخير، ولذلك نحن ننصح الناس بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى وكما تحدثت الأجهزة. وفي نفس الوقت أنا بدي أقول أنه أعداد المراجعين كانت كبيرة إلى مراكز الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، فمثلا مستشفى البشير فقط يوم الخميس تعدى عدد المراجعين 500 مراجع، في حين كان هناك أكثر من 80 إدخال في مستشفى البشير، حالة إدخال للمستشفى، كان هناك 59 حالة غسيل كلى، كان في مراجعات 120 مراجعة على قسم النسائي لطوارئ النسائي والتوليد، وكذلك في جميع المستشفيات كانت هناك يعني مراجعات لمراكز الإسعاف والطوارئ بشكل كبير وكانت تعمل بفاعلية. فإذا أخذنا مثلا مستشفى الزرقاء الحكومي كان فيه 120 مراجعة فقط للخميس ما تحدث عنه، مراجعة الإسعاف والطوارئ 49 حالة غسيل كلى، كان هناك في 20 حالة ولادة طبيعية، 5 عمليات قيصرية، اللي كان في مستشفى الأمير حمزة كذلك كان هناك عدد
مراجعات أكثر من 300 مراجعة راجعوا الإسعاف والطوارئ. يعني في كل المستشفيات تقوم الوزارة بإصدار نشرة كاملة عن عدد المراجعين في أيام هذه العاصفة الثلجية. لكن إحنا أهم ما نريد أن نقوله أنه نقول أن كوادرنا كانت تعمل بكفاءة عالية. وباسم معالي وزير الصحة أنا بتوجه بالشكر لكل الأطباء والممرضين والفنيين والعاملين ولكل مؤسسات الوطن التي كانت تعمل بتنسيق عالي وبكفاءة عالية. فوزارة الصحة والدفاع المدني والأمن العام والأشغال العامة وكل والبلديات وكل من قدم جهدا, يعني نحن نقول أن هذا الوطن متكامل وكل أجهزته تعمل بكفاءة عالية. وإحنا بنقول مستشفياتنا استطاعت والحمد لله أن تجتاز حتى الآن هذه العاصفة بكفاءة كبيرة. ولكن رسالتنا للمواطن وهي الرسالة الأهم أنه يجب الانتباه والحذر في هذه الأجواء وخاصة خروج كبار السن في هذه الأوقات. نتمنى أنه قد يتعرضوا للكسور نتيجة لهذا الثلج الموجود على الأرض أو إذا حدث حالة انجماد لا سمح الله. فإحنا بنقولهم نتمنى عليكم الانتباه وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ونحذر من الخروج لمدة طويلة للأطفال حتى لا يتعرضوا إلى عضة البرد. وعضة البرد نحن نعلم أنها قد تؤدي حتى إلى الوفاة في حال عدم الانتباه. نقول لك لمواطننا وخاصة في المناطق البعيدة أن استمتعوا بالطقس لكن البسوا جيدا, خذوا الاحتياطات اللازمة حتى لا يتعرضوا لعضة البرد. وهذه يعني تحدث كثيرا ولكن لا تسجل كثيرا نظرا لعدم الانتباه إليها. نعم, كل الشكر لك دكتور باسم الكسواني مستشار في وزارة الصحة على هاي المعلومات وعلى النصائح للمواطنين. أعزائي, ومباشرة معنا زميلنا من الطفيلة ماجد القرعان. صباح الخير, يعطيك العافية. صباح الخير زميلة دامة ويعطيك ألف عافية وتحياتي لجميع المشاهدين. طبعا الآن نحن عند دوار العيص, منطقة العيص, وهي ترتفع عن سطح البحر حوالي 1100 متر 1200 متر. الليلة الماضية يعني شهدت محافظة الطفيلة خلال الليل هطول أمطار غزير أدى حقيقة إلى تخفيف حدة المنخفض مع تراكم الثلوج المستمر. طبعا يعني لولا أمطار الليلة الماضية لكانت الثلوج أكثر من هذه الكميات التراكمية التي نشاهدها, كانت يعني تأثيرها كبير جدا خلال الليلة الماضية. وأيضا عاد
عاد وانقطع التيار الكهربائي الذي تم إصلاحه عن بعض المناطق، عاد وانقطع وبات أهل محافظة الطفيلة بدون تيار كهربائي حتى هذه الساعة. الوضع الآن بالطفيلة يعني بقدر أقول أنه الطرق ممكن يكون بعض الطرق فاتحة، لكن هي فاتحة بصعوبة لأنه في تراكمات ثلوج، وفي عمل للآليات تعمل في هذه المناطق مختلف المناطق. الضرر الكبير هو انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطيل المخابز، وهناك شكوى كبيرة من عدم توفر الخبز في بعض المناطق وبعض الأحياء، وطبعا ما في مولدات احتياطية حتى أنه هاي الأفران تعمل. الوضع بمنطقة الجنوبية قد يكون أشد، لأنه أيضا شهدت هطول تساقط غزير للثلوج ليلة أمس مع انقطاع طبعا التيار الكهربائي، وتعمل الآليات هناك حسب الخطة وحسب ما علمنا من غرفة العمليات. وردني قبل قليل حدوث انهيار في منطقة واد زيد، في منطقة يعني حدوث انهيار جدار على مواطن وأظن مع ولدين تحت الجدار في زريبة أغناب وداخلين عليها، فانهار الجدار، والآن تعمل كما علمت آليات الدفاع المدني لإخراج أو تفقد الحادث والوقوف على الحقيقة. راح نتوجه الآن إلى المنطقة هناك لنتابع من خلال عمل الدفاع المدني، وأيضا نحاول نشوف شو الأخبار. هذا كل ما لدي حتى الآن. نعم، يعطيك ألف عافية جميلة دامة. نعم احنا معك، يعطيك العافيه، ونتمنى السلامه للجميع ان شاء الله، يعني تكون سليمه انهيار هذا السور ان شاء الله. راح نتابع من عند منطقه الحادث ان شاء الله. ان شاء الله، يعطيك الف عافيه. آه، شكرا لك. اذا اعزائي فاصل، احنا متواصلين معكم باتصالاتنا وبملاحظاتكم، خليكم معنا. يعني يمكن من ميزات هاي العاصفة الثلجية كان أعزائي هو سقوط الثلوج وهطول الثلوج في محافظة إربد. معنا من هناك مندوبنا محمد عبيدات. صباح الخير محمد، يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح الخير للجميع. يعني كان مسكت الثلوج في إربد هالمرة.
والله يعني كما تعلمين الثلوج أتت لغزارة هذا العام، وخصوصا على مدينة إربد يعني من عام 92 ما شهدتش هذه الثلوج، لكن في مناطق لواء المزار الشمالي هناك ثلوج كثيفة سقطت بالأمس وأول أمس وتراكمت بحيث وصلت إلى أكثر من 60 سنتي، وهذا أدى إلى شل الحركة هنا خصوصا في منطقة رحابة وزوبيا. كانت هناك لحد الآن الطرق الداخلية مغلقة، طريق إربد عجلون ما يعني ما قدرناش نوصل إلى منطقة الثلوج في هذه نتيجة يعني تراكم الثلوج، وأيضا الانزلاقات كانت هناك الليلة الماضية بعض الانجمادات على هذه الطريق. على أي حال هناك معنا محافظ إربد ليطلعنا على المزيد من الأوضاع في مدينة إربد والمحافظة بشكل عام. وكما تشاهدون يعني الآن يعني زميل نهاد ممكن يفرجينا أنه بدأت الثلوج مع شروق الشمس بالذوبان، وهناك سيول بدأت تتشكل، وهذه السيول يعني تصل إلى منطقة الشلالة في مدينة الرمثة، وحدثت بعض الانهيارات والعمل جاري كما أخبرني عطوفة المحافظ بالأمس أن هناك يعني عملية جارية لترميم ما تهدم عن الطريق اللي واصل ما بين الشجرة ومدينة الرمثة وإربد. عطوفة المحافظ يسعد صباحك بهذا اليوم المشمس، يعني صار لنا 3 أيام يعني بعواصف، يا ريت تحدثني عن مجمل الأوضاع هنا في مدينة إربد والمحافظة بشكل عام. أول شيء صباح الخير أخ محمد، صباح الخير للأخوة المشاهدين. الوضع العام في المحافظة الحمد لله جيد، يعني كما تشهد الأجواء تحسنت كثيرا وبنستمتع في هذا الجو المشمس. يعني جميع الطرق في المحافظة سالكة باستثناء بعض الطرق الفرعية في لواء المزار والطريق المؤدي إلى عجلون، يجري العمل على فتحه وإن شاء الله ستكون فتحه خلال يعني ساعة زمان. جميع الأمور جيدة، الآن نخشى من ذوبان الثلوج وتشكل السيول ومما قد يشكل خطر في بعض المواقع. أخواننا الحكام الإداريين في الميدان وأخواننا في الأجهزة الأمنية منتشرين في كل الأماكن في الأمن العام والدفاع المدني بيتابعوا حالة السيول من خلال انتشارهم الواسع في المحافظة وبيعلمونا يعني بزودونا بالمعلومات أولا بأول. أيضا قمنا بجولة تفقدية لمنطقة وادي الغفر، والآن احنا في لواء بن عبيد، وإن شاء الله راح نكمل جولتنا في نعيمة والحصن حتى يعني نتفقد بعض المواقع اللي وردتنا عليها ملاحظات ويتم معالجتها بأسرع وقت ممكن. عطوفة المحافظ بشكل عام، المواد التموينية، الغاز، يعني طمن الأخوة المشاهدين أنه كل الأمور تمام إن شاء الله. سيدي الحمد لله ما وردتنا ولا ملحوظة بخصوص يعني المواد التموينية أو المحروقات أو الغاز. تم التأكيد على أنه الغاز متوفر ومحطة صلاح الدين بتقوم بتزويد الموزعين الغاز ومستودعات الغاز بكميات كافية وهي متوفرة، المواد التموينية كلها متوفرة وبجوز حتى في فائض في السوق. عطوفة المحافظ، يعني الكهرباء، هل هناك انقطاعات؟ هل في ناس ما يعني مش واصلتهم الكهرباء في هذا الوقت؟ حسب المعلومات اللي عندي ما عندنا أي انقطاعات في الوقت الحالي، كان في انقطاعات في الأيام السابقة بسيطة وتم معالجتها بشكل سريع. جميع الأجهزة عملت يعني مشكورة بكل طاقتها، وحتى أنا بجوز بقدر أنه كانت الإمكانيات أكبر من حجم إمكانياتنا هذه المرة، أكبر من حجم المنخفض. الحمد لله عدى خير، أمورنا كويسة يعني بفضل الله. الحمد لله. يعني كمان ممكن نتحدث شوي عن جهود الحقيقة للأمن العام اللي قاموا بأمس بتنظيم حركة السير وقاموا بإغلاقات بعض الطرق خصوصا طريق إربد عجلون، ومنعوا المواطنين من التوجه إلى هذه الطريق اللي شهدت ثلوج، والحمد لله يعني ساعد الجهات المعنية وزارة الأشغال والدفاع المدني من أداء عملها على هذه الطريق الحيوية، وبالتالي ما كان هناك إعاقات. عقيد خالد الطورائي، يعني لا شك أنه أنتم بذلتوا جهد وقمتوا بالعديد من الإغلاقات على منافذ ومخارج مدينة إربد باتجاه عجلون باتجاه الجرش، يا ريت تحدث عن هذا الجهد. صباح الخير سيدي الأخوة والإخوان المشاهدين. منذ بداية المنخفض الجو اللي أثر على المنطقة، ومديرية شرطة محافظة إربد تعمل وضمن خطط معدة ومسبقة لمثل هذه الظروف، وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأخرى في المحافظة، حيث انتشرت مجموعاتنا ومن خلال نقاط الغلق على مداخل المحافظة
وأيضا مجموعات السير وأيضا مجموعات السير داخل المحافظة لتمرير وتسهيل حركة المرور داخل المحافظة. الحقيقة أنه كان في شهدت أمس إغلاقات من خلال تساقط الثلوج الكثيف بيننا وبين محافظة عجلون، حيث قامت مجموعاتنا بإغلاق الطرق أمام حركة السير تسهيلا لإخواننا وإرشادهم للمرور في مواقع أخرى. نقدر نقول الآن أنه كل محافظة إربد طرقها سالكة من الداخل ولا يوجد أي إعاقات. أيضا لم نبلغ عن أي يعني ملاحظات إلا الملاحظات البسيطة التي يتم التعامل معها من خلال الأجهزة الأخرى المختصة. هنالك جهود متضافرة من بقية الأجهزة أيضا ومجموعات تمرر أي ملحوظة من خلال غرفة العمليات في المحافظة. الوضع الآن جيد ومشمس اليوم نهار الطقس جميل. نعم في برد يعني ملحوظة بدي أوجه لأخواننا المشاهدين الآن في محافظة إربد أنهم الآن يعني خلال هذا الطقس الجميل ما يتوجهوا للمحافظة بيننا وبين عجلون واللعب في الثلج ويعملوا على الإعاقات مرة أخرى. يعني كل ما انتظروا الثلج الحمد لله كثيف وبيستمر لأيام، يعني لأيام هو متراكم بيقدروا يمارسوا هوايتهم ويتمتعوا بهذا الجو والطقس الجميل، بس ما يتجمعوا ويسكروا يعني يعملوا إعاقات للمرور على الشارع بيننا وبين عجلون كون فيها هناك يعني تراكم للثلوج. شكرا عقيد خالد. يعني احنا كمان نؤكد على ما ذهب اليه العقيد خالد من انه على المواطنين الانتظار حتى يعني بعد يومين ثلاثة ثلج كثيف اذا ارادوا الاستمتاع، لان هناك حركة فتح طريق إربد عجلون. وكما نشاهد يعني اريد ان اكرر على هذا يعني جريان السيول الحقيقة التي قد تداهم بعض المناطق كما داهمت في العام الماضي مناطق في مدينة الرمثة على الجهة الغربية من مدينة الرمثة، وهو كما يعرف بمنطقة الشلالة. يعني فعل هناك يعني ما يشبه السيل الكبير، ونعتقد بعد ذوبان الثلوج خلال اليومين الماضيين سيكون هذا يعني عالم الشارع قد ذهبت مع جريان هذا السيل. إذا نتمنى للجميع السلامة. كل الشكر لزميلنا محمد عبيدات من إربد، وننتقل مباشرة إلى الكرك مع زميلنا عبد الله المجالي. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير دام، يعطيكم ألف عافية، يعني جهودكم مشكورة. الله يعافيك إن شاء الله. الله يخليك. تحكي لنا أنت وين موجود هلأ وكيف الأوضاع عندك؟ ست إحنا الآن يعني أنا موجود الآن في مديرية شرطة محافظة الكرك. يعني هاي المنطقة طبعا المناطق يعني جاها ثلج، منطقة يعني جاها ثلج كثير حقيقة. يعني ليلة البارحة يعني جانا هنا الشتاء وثلوج كثيفة في محافظة الكرك، لكن المطر شوية يعني ذوب الثلج. يعني الأمور الآن الحمد لله رب العالمين مسيطر عليها في كافة محافظة الكرك. أكثر المناطق التساقط الثلوج في المزار الجنوبي، الطرق الرئيسية جميعها فاتحة باستثناء بعض الطرق الفرعية. يعني العمل جاري على فتحها، وإن شاء الله يعني خلال الساعات القادمة جميع الطرق بتكون يعني سالكة في محافظة الكرك. طبعا ذوبان الثلوج يعني واضح في جميع شوارع محافظة الكرك، ويعني سيلان للمياه. يعني نحذر المواطنين يعني من تجمع بمجاري السيول. دانا يعني احنا الان في معي عطوفة مدير شرطة محافظة الكرك العميد قسيم الابراهيم، راح يحدثنا عن اجراءاتهم وعن الوضع العام في محافظة الكرك. قسيم بيك الله يعطيك العافية. الله يعافيك عمرك. قسيم بيك تحكي لنا عن يعني اجراءاتكم انتم كمديرية امن عام، كانت جهودكم كبيرة جدا حقيقة. يعني احنا يعني لمسناها خلال هذه الايام بايام المنخفض، فتحكي لنا عن جهودكم في هذا المنخفض وعن الاوضاع العامه في محافظه الكرك يعني لغايه هذه اللحظه. كما تعلم اخي عبد الله يعني احنا بنكون جاهزين حتى قبل دخول الموجه، يعني بتكون اجراءات احترازيه واستباقيه لمواجهه مثل هكذا ظروف. يعني في عندنا خطط جاهزه لمكافحه او لمواجهه سوء الاحوال الجويه. تم اتخاذ اجراءات استباقيه من ناحيه ارشاد وتوجيه المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والاوديه حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم، بالاضافه الى تم ادامه غرف العمليات لدينا سواء في مديريه الشرطه او في المراكز الامنيه، وارسال مندوبين ايضا لادامه العمل بالتنسيق مع باقي الاجهزه الامنيه والاداريه
من خلال عمليات المحافظة والأشغال والكهرباء. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا التعاون والتنسيق على أعلى المستويات مع جميع الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص من أشغال وبلديات وإدارة محلية مع المحافظة وعطوبة المحافظة والحكام الإداريين. الجهد الموصول أيضا للإخوان في القطاع الخاص اللي قدموا حقيقة الشيء الكثير، يعني اللي مكننا من القيام بأعمالنا بكل كفاءة واقتدار. العمل منذ ساعات الصباح الباكر مع تجدد المنخفض لفتح جميع الطرق ضمن محافظة الاختصاص، كما تفضلت يعني الطرقنا الحمد لله رب العالمين جميع الطرق الرئيسية فاتحة، والعمل جاري الآن على إدامة كافة الطرق الفرعية واللي لغاية الآن لم يشملها عملية فتح الشوارع. من خلال شاشة التلفزيون الأردني يعني أثمن جزيل الشكر والامتنان لإخواننا المواطنين على تعاونهم من خلال التزامهم بالتعليمات، من عدم خروج بساعات الذروة بأيام الهطولات الكثيفة للثلوج، وهذا ساعد يعني ساعد جميع الأجهزة حقيقة، يعني في 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 يعني في ان نطلع فيك يعني صوره مشرقه في محافظه الكرك دون حدوث اي 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 حوادث او اي مشاكل يعني تعرضت للاخوه المواطنين. يعني في ثلجات سابقه سنوات سابقه كنا نعاني من عدم التزام صحيح في اخوان المواطنين من حيث الخروج للشوارع والتسبب في عدم امكانيه ادامه فتح الطرق واعاقه عمليات الانقاذ والاسعاف وفتح الطرق في مناطق مختلفة، لكن مشان هيك أنا بحب أشكر المواطن وأثمن جهودهم بتعاونهم المثمر اللي مكننا حقيقة من القيام بكافة أعمال فتح الطرق وإدامتها والإسعاف والإنقاذ بكل كفاءة واقتدار وبمهنية عالية. طرقنا الحمد لله رب العالمين يعني الآن تشهد سيلان للمياه بشكل ممتاز من خلال الله من علينا بالأمطار بعد الثلجة، بعد ما تم فتح من قبل كافة الجهات اللي ذكرت لك إياها، والآن إن شاء الله العمل جاري على فتح باقي الطرق الفرعية خدمة للمواطنين. احنا جاهزين أيضا لتلقي الإخبارات والشكاوي وتقديم كافة الخدمات الأمنية بطريقة مميزة واحترافية وبما هم أهل أخواننا المواطنين. يعني وهذه دعوة كمان للمواطنين انه يكملوا معروفهم يعني في الايام القادمة كمان يعني سيلان المياه، لانه كمان يعني يتعاونوا يعني في هذه الظروف. والله يا سيدي احنا لمسنا صار حتى نوع من الثقافة عند اخواننا المواطنين من خلال التزامهم في عدم الخروج الا للضرورة القصوى، وكنا في جميع يعني المحافل الاعلامية ومن خلال اذاعة الكرك انه ننبه اخواننا المواطنين اذا في حالة ضرورة قصوى احنا بنوصلهم، حتى يعني ما في حالة ضرورة قصوى لخروجه، اذا في عنده حالة ضرورة يتصل من خلال عملياتنا سواء من خلال الرقم 911 او الاتصال المباشر مع غرف عملياتنا في المديرية او المراكز الأمنية، واحنا على أتم الاستعداد لتقديم جميع الخدمات لإخواننا المواطنين. شكرا جزيلا بالله. دانا يعني حقيقة يعني أكثر الملاحظات اللي وردتنا يعني وردت غرفة العمليات كانت هي على يعني على شركة الكهرباء في محافظة الكرك، يعني كان في يعني بعض الانقطاعات، لكن يعني احنا يعني لاحظنا من خلال تجوالنا يعني مع شركة توزيع او مع يعني مع كافة المسؤولين جهد كبير تقوم به شركة توزيع الكهرباء او توزيع الكهرباء محافظة الكرك، جهد يعني الموظفين على الأعمدة في هذه الظروف القاسية، ولكن يعني حجم العاصفة كانت يعني قوية رياح شديدة. فأنا الآن معي مدير شركة توزيع محافظة الكرك المهندس سهم المجالي، راح يحدثنا عن يعني أبرز التحديات اللي واجهتهم وكيف الوضع الآن في محافظة الكرك والانقطاعات اللي يعني إحنا كنا يعني أول بأول كنا نوردها إلى 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 المهندس سهم المجالي وكان يتعاون معنا، فالآن راح يوضعنا بصورة الوضع. مهندس سهم الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية وشكرا لجهودكم. مهندس سهم يعني تحكي لنا الآن يعني كيف الوضع الكهرباء، يعني يعني بجوز أنتم تلقيتوا يعني مكالمات هاتفية هائلة جدا يعني عبر ملاحظات يعني بالغرف الطوارئ، فتحكي لنا الآن على 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 الوضع لو سمحت. يا
سيدي احنا طبعا من ذو تعرض محافظة الكرك للعاصفة الثلجية التي بلشت من يوم الخميس الماضي، قامت كوادرنا ومنذ الصباح بالاستعداد لهذه مواجهة ظروف هذه العاصفة، ووضع خطة طوارئ شاملة لجميع المحافظة، لكن المحافظة تعرضت فعلا لعاصفة قوية من ثلوج ورياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في بعض الانقطاعات عن بعض المناطق، حيث شهدت بعض المناطق في المحافظة صفر انقطاع ساعة، ولكن بعض المناطق اللي هي نذكرها وخاصة قرى مدين والمشيرفة والحوية والعدنانية والعزيزية تعرضت لبعض الانقطاعات الجماعية، تم معالجتها لأكثر من مرة، ولكن يوم أمس مساء الساعة 10:30 تعرضت المحافظة أيضا إلى صاعقة قوية جدا تسببت أيضا ببعض الفصولات على مغذيات محافظة الكرك، تم إعادة جميع المغذيات مساء ذلك اليوم، وحاليا الوضع العام في المحافظة جدا ممتاز، يوجد بعض الانقطاعات الفردية وحاليا جميع الطرق سالكة في المحافظة ونستطيع شوف القطع الخط انقطع وحاليا بوجود أن جميع الطرق سالكة في المحافظة تقوم كوادرنا على إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المواطنين حتى الأعطال الفردية، طبعا هذا يعود إلى الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين جميع الإدارات في محافظة الكرك من عطوفة المحافظ ومديرية الشرطة ومدير الدفاع المدني والجيش وجميع الجهات، كانت في تعاون ومستمر لخدمة تقديم أفضل خدمة للمواطن وبالناشد المواطنين اللي حدث انقطاع التيار الكهربائي انه يتحملون خلال الفتره الماضيه، وفي اجراءات صيانه راح تكون قادمه ان شاء الله لحل جميع المشاكل التي تعرضت لها المحافظه خلال العاصفه الحاليه. دام يعني حقيقه يعني احنا بنثمن يعني جهود كافه الاجهزه، يعني دفاع مدني، قوات مسلحه، بلديات، خدمات مشتركه، يعني كل يعني اذا ما ذكرت ناس بس الجميع يعني كانوا كفريق واحد وعملوا بتناغم شديد، يعني كانهم مؤسسه واحده، يعني يتلقون الملاحظات ويتعاملون مع كافه الظروف الاحداث في هذه الظروف الجويه السائده بكل مهنيه وحرفيه. دام يعني احنا يعني اوردنا ملاحظه بالامس عبر التلفزيون الاردني عن عدم وجود صيدليات، الحقيقه بعد بجوز اقل من ربع ساعه يعني كان في صيدليه في كل لواء في محافظه الكرك مناوبه لتقديم خدماتها للمواطنين، واحنا ان شاء الله يعني راح يعني في رسائل قادمه في مناطق متعدده محافظه الكرك للاطلاع على الحاله الجويه واثارها على هذه المناطق. نعم، بس عبد الله قبل ما ننهي، بانه معك محافظ مدير شركه كهرباء الكرك، في كان بعض انقطاعات وكانوا عم بيشتغلوا عليها، وصلت الان الكهرباء للمناطق اللي كانت مقطوعه فيها؟ نعم عبد الله، مش سامعني عبد الله؟ طيب كل الشكر. سمعتني عبد الله؟ يعني المناطق اللي انفصلت عنها الكهرباء، يعني كما كان مدير شركة الكهرباء انه رجعت، لكن في بعض الانقطاعات الان عمل جاري على يعني على تصليح الاعطال، يعني في اجواءها يعني بدعو مدير شركة الكهرباء انه الناس يعني تتحملهم شوي، لانه يعني الظروف قاسية شوية، فان شاء الله يعني في يعني الساعات القادمة انه يعني انه ما يكون في اعطال الكهرباء يعد للمواطنين ان شاء الله. كل الشكر لزميلنا عبد الله المجالي من الكرك، ويعني عزائي يمكن مثل ما الثلج بيحمل البياض والجمال وقديش احنا بنكون مبسوطين وناس بتطلع لتلعب بالثلج، لكن ايضا احيانا بيكون في بعض يعني في بعض الاشياء اللي بتحصل ايضا سلبيه، منها انقطاع الكهرباء في عند بعض الاشخاص، وخصوصا انه في كان يعني في مساء الامس كان في عاصفة كبيرة ورعد، وأيضا كان في يعني بعض الصواعق ليلة الأمس أدت إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، يعني إن شاء الله أنه كلها بتعود لكن خلال الساعات القادمة. أعزائي مباشرة رح نروح لزميلنا حسن أبو عساف اللي ما زال متواجد في الصلت. حسن يعطيك العافية. حسن يعطيك العافية. أهلا دامة، يعطيك العافية ويعطي العافية لجميع المشاهدين كمان. انتوا يعطيكم العافيه، وين صرتوا هلا؟ دام الان احنا متواجدين امام مديريه دفاع المدني البلقاء، طبعا هذه يعني نهايه جولتنا لليوم، عم نشوف الطرق في مدينه الصلت جميعها سالكه، ولكن
بحذر شديد، يعني المواطنين في مدينة الصلد ينتبهوا للثلوج المتراكمة على جوانب الطرق، وأيضا في بعض من المواقع يوجد فيها ضباب فيتوخوا الحذر. الآن معي مدير مديرية دفاع مدني البلقاء العميد وليد صعوب، يعطيك العافية سيدي. يعني من مساء أمس لغاية الآن حابين نعرف عدد الحالات من جديد، وأيضا استعداداتكم اليوم للجليد راح يتكون في ساعات المساء. أول شيء الله يعطيكم العافية، جهودكم مباركة وتواصلكم وحركتكم الدائمة في وصول المعلومات بحمد الله رب العالمين. من خلال الخطط اللي تم إعدادها وتنفيذها نسبة الحوادث اللي وقعت خلال هذه الفترة نقدر نقول نسب عادية من مقارنة مع الحوادث اللي صارت سابقا. يعني لو استعرضنا الحوادث من ظهر يوم الخميس لغاية اليوم كان في عنا الحوادث اللي موجودة تراوحت ما بين عددها 262 حادث نتج عنها 191 إصابة. هاي الإصابات حالات مرضية خاصة غسيل الكلى، حالات ولادة، غيرها من القضايا. وبحمد الله ما كانش فيه حوادث يعني كبيرة اللي نقول والله مميزة. وهذا دليل على موضوعين، الموضوع الأول الاستعداد اللي كان موجود، الموضوع الثاني التفاعل وتفهم أخونا المواطن في كل مكان بأهمية أنه بالفعل يلتزم بالتعليمات اللي صدرت خلال الأيام الماضية. كما نلاحظ الحمد لله الطرق فاتحة الآن، الجو يعني معتدل نسبيا. الآن اللي مثلا حاب يتحرك يجيب خبز يجيب أي شيء دواء راح جاي بإمكانه يتحرك، لكن أيضا لا ننسى أنه ساعات المساء راح يصير عندنا حالة الانجماد. حالة الانجماد بدها حذر بدها انتباه، وبنترك الأجهزة المعنية الآن يعني تتعامل مع هذه الحالات حتى نستطيع نؤدي الواجب. نلاحظ الآن هي في تلقوا إشارة حادث حريق على ما يبدو، لأنه السيارات الآن راح تتحرك الموقع. الآن السيارات بحمد الله طريق سالكة، الآليات المعتادة البسيطة بنلاحظ كما مشاهد أمامنا. نترك شوي للكاميرا بس قبل ما يطلعوا الشباب. الله يعطيهم العافية، النشامة جهودهم جبارة. يعني وليد بيك، يعني بدنا نركز شوي على موضوع الجليد. الجليد شيء مش سهل يعني، والحوادث فيه جدا يعني صعبة بتكون، فبدنا نركز شوي على هذا الموضوع. يعني من ساعات المساء راح تبلش الشوارع بالانجماد، يعني نحكي بشكل عام أغلب الحوادث ممكن تتسبب من وراء الجليد. طبعا الجليد هو أحد المخاطر اللي راح نواجهها، وهو خطر ممكن تلاشيه إذا استطعنا بالفعل نلتزم في مواقعنا ونسمح للآليات الدفاع المدني أجهزة الطوارئ تتحرك الكهرباء وغيره. الآن موضوع أنه يعني أهم شغلة كما ذكروا زملائنا وعبر وسائل الإعلام كلها، موضوع الالتزام ضمن منازلهم وعدم خروج الأطفال بالذات خاصة فترة المساء، لأنه راح يصير في عندنا حالات مثلا لا سمح الله انزلاقات إلى آخره، فبده يلتزم. هذا كله راح يحد من خطر الانجماد. أيضا موضوع مهم جدا، راح يصير في عندنا نتيجة ذوبان الثلوج تشكل السيول. وامبارح صار في عندنا عدد من الانهيارات البسيطة بحمد الله، وخلينا عدد من المواطنين. السبب الرئيسي انه اللي بيشعر انه والله المي جاي باتجاه بيته وفي خطر عليه، قدر المستطاع يبلغ الجهات المعنية او بحاول يبعد عن مكان الخطر او يحرك السيل عن مكانه. لكنه هذه المخاطر الآن يعني محتملة، ولكن إن شاء الله بتعاون وعي الجميع وضمن التفاهم اللي صار يعني والتفاعل بين المواطن مع إخوانه في الدفاع المدني. قاطعك، أنا لاحظت هذا التفاعل يعني خلال جولتي بالصلت، يعني الإخوان المواطنين اتبعوا تعليمات وإرشادات الدفاع المدني والتزموا بيوتهم، فكان فتح الطرق في مدينة الصلت بشكل سريع جدا. يعني أنا تفاجأت أنه أغلب شوارع الصلت كانت مفتوحة إلا شوي من بعض من الطرق الفرعية حتى أنهم سيطروا على الطرق الفرعية. فأنا لاحظت يعني أن المواطنين بمدينة الصلت جدا متفاعلين مع المواطنين مع الإرشادات من الدفاع المدني. يا سيدي هذه السمة الطيبة، سمة كل مواطنينا في كل مكان، إخواننا في الصلت يعني بجوز لاحظنا كوننا في تواصل مباشر معهم، تفاعل طيب وبعدين في استجابة سريعة. وأيضا بدي أركز على نقطة وهي بشيد فيها، أن هنالك كان تعاون من الإخوان المتطوعين. يعني بعضهم قدم آلياته، عنده سيارة 4x4، الشباب ما شاء الله عليهم كانوا مندفعين، ووضعنا لهم خطة ساعدونا في نقل بعض الإصابات وفي تعامل مع فتح بعض الطرقات، وهذا الشيء يعني يعتبر إيجابي كثير. وبالإضافة لموضوع القضية الرئيسية، أنه الآن أي تحذير بتلقوه من الأجهزة الرسمية بيحاول يمشوا الطريق الصحيح حماية لهم أولا ومساعدة لنا، وإن شاء الله رب العالمين بتجه الثلج وبتروح وغيرها من الثلجات إن شاء الله، وإحنا بخير وأمن واستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة
ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. كل الشكر لك العميد وليد سعود مدير مديريه الدفاع المدني البلقاء، يعطيكم العافيه. وايضا اسمحوا لي اشكر فريق التلفزيون الاردني بالبدايه المخرج مصعب المجالي، حسين الدعجه، مراد المحاميد، ورائد شامخ، وحمد العساف، يعطيكم الف عافيه. هذه كانت جولتنا مشاهدينا الاعزاء من مدينه الصلت خلال تغطيه اخبار الطقس والاحوال الجويه. يعطيكم ألف عافية يا حسن، أنت والفريق المرافق فريق برنامج يوم جديد الميداني على هاي التغطية من البلقاء من الصلت ومن الفحيص، كمان كنتوا بالأيام الماضية. أعزائي رح ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار لموجز الساعة 11 ونرجع نكمل معكم للساعة 12 ظهرا بتوقيت الأردن على الهواء مباشرةً.